العدد الصماء، الخصيتان، المبيبان، البنك الياس، الدرقية وجاراتها، وكذلك المجاورة للكلية. وظيفة هذه الغدد إفراز الهرمونات، وأهم غدة بينها هي النخامية التي لا يتعدى قطرها سنتيمترا واحدا، ومع ذلك تقود هذه الأوركسترا، لكنها تعتمد على الهايبوثالاموس الموجود في وسط الدماغ، وتستقبل الرسائل المرسلة من الجهاز العصبي وتنسق وظائفها مع جهاز الغدد الصماء. دور هام في التأثير على أعضاء الجسم وعلى الجسم ككل. فمثلا الأدرينالين الذي تصنعه الغدد المجاورة للكلى هو هرمون يبقي الإنسان في حالة انتباه، أما وظيفته فهي تسريع الأشياء، فهو يوسع الأوعية الدموية في العضلات المستخدمة فيزيد تدفق الدم في الجسم. كما تساعد الهرمونات في تسريع القلب وتحريك السكريات التي ترد الجسم، وتساعده في التغلب على التعب وتنسيع بؤبؤ العين وشعب القصبة الهوائية، كما يساعده على مواجهة الظروف الصعبة. انتظر لحظة، انتظر. الآن أخبرني لماذا كنت تابت بلحيتي؟ لقد كنت مايسترو أعمل بلحيتي؟ غريب. لقد كنت فارقا في العمل المالي. حسنا سأسامحك هذه المرة، ولكن لماذا لا تجيب على التليفون؟ بسرعة. نعم هنا على الهاتف يا مصباح الخير. حسنا ماذا تنتظر؟ دون هذه الرسائل. إفراز فوري لهرمونات تنشط الغدة الدرقية لتسريع عمليات التمثيل الغذائي. لقد ابتدأت اليوم وأعتقد أنها ستكون طويلة. نشط خلايا ألفا في البنكرياس لأجل إفراز هرمون الجلوكاجون. العضلات بحاجة لبعض الوقود ويجب إطلاق الاحتياطي من السكر. هذه جميع هرمونات، ما أننا في الهايبوثالاموس وجزء من الدماغ ولا نصنع هرمونات، أليس كذلك؟ لا أنظر يا صديقي، إننا في الدماغ نصف كل شيء ونرسل الأوامر. إلى أين؟ هنا. هناك؟ هنا أيها الأحمق، تحت أقدامي، إلى الطابق السفلي، إلى الغدة النخامية. في الأسفل. الذي يحدث؟ إنها تلك الهرمونات، طبعا دائما تلك الهرمونات المزعجة. جاهز هرمان. جاهز للاستخدام. فهمت. سأذهب هذا عندما أريد البعض. انتظر، أنت هرمون تنشيط الدرقية، اذهب هناك لو سمح. لحظة لو سمح، ماذا عن لوحات الأرقام؟ انظروا لي، هل أنتم رائعان؟ أسرعوا يا هرمونات،
أمامكم رحلة طويلة حتى تصلوا إلى الغدة الدرقية. هذا ليس لطيفا. لقدهم درسا. هذه يا أولاد هي الهرمونات المنشطة للغدة الدرقية في طريقها من الغدة النخامية، ومهمتها تنشيط الغدة الدرقية لإرسال التعليمات لزيادة إنتاج الطاقة. ماذا نقول الفولات؟ نفس الشيء، سميها هرمونات الترحيل إذا شئت. هرمونات الترحيل اسم لطيف. تحمل النمونات لم يهبط شيء من الطاقة، لا يمكنهم أن يشغلونا بدون طاقة. أنت على حق يا صديق هذا كثير. هل هذا كل شيء؟ لكنكم تعرفون أفراني، هذا لا يكفيني شيء يا عمي. حسنا هذا كل شيء، لقد استهلكنا كل السكر والأكسجين على وشك النهاية، لكنهم لا يسمعون. حسنا ليس من الممكن أن يطلب منا صنع الطاقة إذا لم يعطونا ما نقطع به الطاقة. أنا متأكد أن المتفاصل أو الرئيس المخازن السكرنالي أو المستشاد مثل الأكسجين لقد أكدوا لي أن لديهم الكثير، فالمسألة مسألة وقت حتى يخبروه. لا نستطيع ترك النار تنطفئ. الثمين الحبيب، إنك عزائي الوحيد وزندي ومصدر سعادتي. أنت تعرف أن الغدة الدرقية هي الأكبر وهي المخزن الوحيد الذي يفرد في الجسم. إنك لي أيها الثمين. أنت من هناك؟ لماذا تتجسرون؟ هذا مخزن ليت. ماذا تريدون؟ حسنا لقد أعطنا لك دفعة جديدة. أعتقد أنه ليوت. أحسنت جدا. كل هذا ليوت الحبيب ما ملكي، كله ملكي، وأنا المسؤول عن هناك. لم تأخذ ويمن أليس كذلك؟ ما ضمن اليوت؟ طبعا أرني يدك. هيا أريني. لا ما طريقتين انظر. ماذا بشأن الآخرين؟ لا شيء. ما عملت أنا شيء. وأنت أرمي يديك. حسنا دعوني أضع هذا في الخزنة. خزنة اليوت طبعا. إنه الخزنة، إنه مخزن حقيقي يظن أنه يمتلك كل ذلك اليوت. أما توافقون أنه مجنون؟ يودي العزيز الجميل، انظروا لدي كمية كبيرة لا تنفذ، لا تنفذ أبدا.
Look at our hands. Oh, they're like a lot. ماذا تنفع؟ لما أخذ لكم منه شكرا ثاني أجيب ذلك إن المخزين الذي استمع الأليس كذلك إلى من فائد المخزين إنه يحب أن ينظر إليه ويريد ترتيبه ويعده وبعدها يقبل عليه على أي حال اذهب أنت يخبره لا 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 إذا بنت حسنا أنتم الاثنين الأخضر تمانيون الذي نحتاجه لصناعة الهرمونات أم لا؟ إنك لا تريد أن تأتي هنا مرة ثانية آسف ولكن هذا أمر علي أن ننفذ الأوامر إنها أوامر عاجلة هل هي حقا عاجلة حسنا انظر بنفسك أمرا من الدراء ومرتا من القدر النخامية لا 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 يجب أن تسعى الترقية الهرمونات حالا لتسريع عملية إمداد الطاقة أطلق الصياد الوز طولا استخدام
اتش، هرمون برقي تي اتش. انظروا الى الاعداء، ترى ان الدرقية قد عملت جيدا، فهذه هي رسالتها اليودية. تمام، الهرمونات الدرقية في الطريق. جيد جيد، سأحتاج أيضا لبعض هرمونات الجلوكاغون لإطلاق السكر من الكبد، ولكن أولا بعض الأدرينالين لتنشيط الجهاز العصبي والقلب. جاهز أيها الأدرينالين، أيتها الغدد باشر العمل. تسعون، 92، 93 نطة في الدقيقة. نبتشيه لتنشيط القلب، هذا هو عمل ما يجب أن يصل إلى 120 نطة في الدقيقة. إذا سيذهب. وعشرون نطة في الدقيقة، احضر، فهذا قد تعبك كثيرا، نحتاج المزيد من الأكسجين. حسنا، الأكسجين يبدو جيدا. وهرب، جاهز؟ أعتقد أني أنا هذا وقت الثرثرة، إذا هذا إلى الدرياس فوراً، فالأمر ملح جداً. انظر هناك، هذا لا يحدث لنا أبداً. نعم، وثمنا لو نر تافه قليلاً. استضع الجلوكاجين حالاً لإطلاق احتياط السكر. جلوكاج، نعم، الأمر عاجل جداً. تتضمون الى مصاص الكبد ومخازن السكر التابع له. الان يا هرمونات لإطلاق السكر، انطلقوا. نحن هرمونات الجلوكاغون دون لإطلاق المخزون السكري الى الدم، هل تسمح لنا؟ افضل انواع الملح البحري انا صار. تحرك الجميع، تحركوا، تذكروا ان تحترموا قانون المرور. ولا تخافوا. هل انت بخير؟ لما أفهم أيها الملازم، لا أعرف أبدا ما الذي جرى له. هذا لأن الجسم يعمل بجهد كبير. تم تسريع عملية التمثيل الغذائي بسبب دوران هذه الهرمونات. انظر إليهم، أتفهم ما أعمل؟ رفعت الوقود هنا. حسنا، لقد جئنا للبدء في صناعة الطاقة، هل نبدأ؟ سأحضر الشكر 6 قاعات من الأكسجين، كيف واحد من السكر 6 قطعات أكسجين. مثلا يبدو أن الطاقة توفرت. جيد، لنرى أين المخزون؟ لم يتبقى سكر، وعملية تحركته تأخذ وقتا طويلا. سكر؟ ها؟ ماذا؟
130 نبضة في الدقيقة وبدون إمداد. 130 هذا جنون، إنه إجهاد. سيء جدا. ماذا سوف يتحلص مثل الجيب الكربون؟ دائما يقفون أن نحضر المزيد من الأكسجين. أكسجين لا بعد أحتمل. هذا عمل كريات الدم الحمراء، وبالرغم أنه غير ممتع علينا أن نبذل جهدنا. انظر. مرحبا أيها الأصدقاء. مرحبا. يبدو أن أصدقائنا متعبون جدا. السبب هو أن كل الجسم متعب جدا. هذا سيعجب أعدائنا، أليس كذلك؟ بالتأكيد. والتنفس سريع جدا، من الممكن أن تخترق حبيبات الغبار الحاجز الواقي. يستحسن أن نشدد المراقبة. لا تصرخ، نحن بحاجة إلى مساعدتكم لوقت قصير. ماذا سنفعل الآن؟ ما رأيك بمرض الدافرية؟ لكن الشعبتان بعيدة جدا. اتبعوا الدورة الدموية ستوصلنا بسرعة. ولكن في ذلك خطر، فالجسم محمي جدا. ولكنه متعب، سنتكاثر ونحن في الطريق. اي نعم، لا يوجد رجال سلطة هنا، لننطلق. اتبعوني. بسرعة لا أصدق، لا توجد بكتيريا كهذا. نعم يوجد، وهذا ما رأيك. كما قلت بالضبط، دفاعات الجسم ليست على المستوى. هناك كاسم في الأسفل. إنها بكتيريا ثنائيات مكون، يجب أن ننقسم بسرعة. إنه لا يعمل. ليس لدينا ما يكفي من الطاقة. يجب استخدام الأسفل للضغط، فهي كل ما لدينا. لدينا طريقة واحدة لنهزم هذا المرض، إنها المضادات الحيوية من الخارج، ولكن السبع تعزيزات على أي حال. انتباه، الشعب الرئوي قد اصيب بنزف الرئه. بهذا لذاته، ولكنه ولد قوي، سنعالجه وسيتحسن. كيف اصيب بها؟ حسنا، لقد انهك نفسه كثيرا، وللتكيف مع هذا الذي تقوم الهرمونات بالطاقه الاحتياطي في الجسم، وعندما استنفذت كلها وتعبت قوى الدفاع قامت الجراثيم بغزو الجسم، ولكن لحسن الحظ ان لدينا مضادات حيويه. حسنا، متى سأخذ تعريف التنس؟